هل تبحث عن تخصص يفتح لك أبواباً واسعة في مجالات العمل؟ الإعلام الرقمي من التخصصات التي تتيح لك آفاقاً عديدة في سوق العمل الحر. إن كنت طالباً أو خريجاً يساعدك في الحصول على فرص عمل عديدة. تخصص الإعلام الرقمي بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية جاء مواكباً للتطور التكنولوجي الكبير. تستطيع من خلاله أن تصبح إعلامياً شاملاً على دراية بالكتابة الإلكترونية وتطبيقات الوسائط المتعددة والمونتاج واحتراف التصوير وتصميم المواقع الإخبارية ومهارات التسويق الإلكتروني وغيرها. كن إعلامياً شاملاً ولا تتردد في اختيار التخصص. الجامعة الإسلامية، العراقة والتميز.